يا مرحبا بكم مشاهدينا من جديد، رجعنا لكم مع برنامج خميس ويمعة. نستكمل الجزئية الأخيرة من البرنامج اللي نندمج فيها أكثر مع المجتمع ونصنع لنا رأينا الخاص مع ضيوفنا، ودائما نتفق مع ما يصب في فائدة المجتمع ونحاول وضع رأي وحل ربما في قضيتنا. طبعا مشاهدينا، في ظواهر معينة في المجتمع خاصة بجيل الشباب على وجه الخصوص واندفاعهم مع الموجات الجديدة بغض النظر طبعا عن سلبياتها وعن إيجابياتها. طبعا رحب فيكم من جديد محمد وعباس. حياك الله اختي عائشة. مرحبا بك. تحبون السفر قبل كل شيء؟ أنا أحب السفر. هو مدمن سفر وأنا أعيش الشخص يمكن في السفر. محمد مدمن سفر، كيف تكون ترتيباتك للسفرة؟ شو الأولويات اللي تحب أن أنت ترتبها في السفر أو قبل السفر؟ أول شيء أعرف المنطقة اللي بزورها، الأجواء، المنطقة، نوع العملة، الخدمات اللي موجودة، الأمور الطبيعية، لأن أحب أكثر شيء الطبيعة، وأحب في السفر المجموعة اللي بتكون وياي. نعم. وأنا أحب أسير يعني الأماكن اللي فيها ناس هم أخبر عني وأنشط عني في مجال الطلعات، المغامرات والروحات. حلو، إن شاء الله تستمتع في كل سفراتك الجاية. طبعاً عباس ومحمد، نحن في برنامج خميس ويمعة نحاول في كل حلقة أن نطرح قضية مجتمعية في تقرير مع الوالد خميس والوالد يمعة. شو رأيكم نشوف هذا التعليق التقرير مع مشاهدينا ونرجع بعد نعلق؟ إن شاء الله. شو فيك؟ جدي أنا اليوم لازم يوم يا زتي أربع أيام لازم أغسل المعدة، لازم شعري قشعرير الشعر، يا الله القشرة لازم أغسلها. أنت على سفر 100%. عيني عليك باردة، لازم أسير، لازم صحة، أهم شيء الصحة في الحياة، كل شيء يهون إلا الصحة. لا بسير يا أبوي، يا يمي أمس بعد كراد غاسل مصارينك وغاسل رؤوسك وغاسل شعرك وغاسل ظهرك، ما تام شيء، ما غسلته، ما كملت شهر بعد ثمانية. يلا أبوي هني بس يسافر، قوم. هنا ما يسافرون هنا، بارك الله فيك، هنا بس يقصوا تذكرة، قصوا تذكرة هنا بس. أبوي يا يلا هود أي هود. السلام عليكم. تفضلوا حياكم. هلا حياكم الله. يا حبذا لو تقول لي وتكلمني على العروض الحلوة هذه. طال عمرك عندنا عروض سياحية جدا حلوة، عندنا عروض سنوية وعندنا عروض شهرية وعندنا عروض يومية وأسبوعية بعد. وما عندكم بعد دقاقية وثانوية؟ اسميك خراط عود، تولفتوا مع بعض، تولفتوا شياطين، الحين صب عليه عط الضوء. ما عليك من الوالد، عندنا عروض. انت شكلك بس يسوي مساج، تبغى علاج، عندنا سيارات ليموزين، عندنا فنادق 7 نجوم. ليموزين هذا في نعناع ولا بدون نعناع؟ بارك الله. الليموزين يا الوالد، هاي سياره عوده، فيها تلفزيون وفيها استقبال، شيء من الاخر ولا غلطه. وبعد عندنا عرض لك شخصيا، انا شفتك واقف عند الباب تطالع العروض وتطالع الصور، اي حد وياك لعرض 57% خصم. اي حد؟ قال اي حد؟ ما يعرفني انا منو يميع، ما يعرف خميس منو، انا خميس وانت يمعه. خليكم تستانسون، ناس يستقبلونكم من المطار، كل شيء تبون بتحصلونه، بسيرون سياحه، بسيرون علاج، بتروحون مساج، بتروحون على البحر، حتى تركبون مهام الباراشوت. شو رايكم خميس؟ جهز جوازك، يلا فوق وياي. وين فوق وين اسير يا ابوي؟ انا ما عندي وقت وما عندي فلوس العب بهن، الحرم انطرشت اني اسير اشتري لها مالح وعوال وجاشع. انا بسلفك، بس انت تقول هي من وين؟ هي لا يعني من وين بتسلفني؟ اليوم سووا لي تليفون وقالوا لي ولدك له علاوه، والعلاوه هاي يا ابوه هو بياخذ مسافه ضربه، وبنرجع ان شاء الله. يا يميع بتاخذ علاوه ولدك عشان يقول يبرف ابوه ويصير يحوط بهن ويقصر على عياله وعلى بيته وعلى حرمته.
مو بهينين هالشياب الوالد خميس والوالد يمع. اليوم موضوعهم كان عن السفر اللي مثل ما كنا نسولف معاكم فيه قبل التقرير، ان الواحد اذا بيسافر من ضمن الاولويات اللي يرتبها انه هو يعرف المكان اللي بيسيره، يشوف العروض اللي بتكون في هذا المكان، يعرف جو هذا المكان وما يكلف نفسه. يعني جمعه يبي يسافر وقادر ماديا انه يسافر، وخميس حافي منتف وحليله مو قادر انه يسافر بس يمع يبي يسحبه وياه. نعم صحيح. اولا انا احب اوجه اوجه تحيه للفنان عبد الله الجفالي وكذلك السعدي زميل دراسه علي السعدي. وبالمناسبه نحن ترى كتيم واحد، واليوم انا اتفاجئ اني اشوف هم يقدمون برامج توعويه. نعم. فعلا انت مش محتاج انك تسافر تضغط على امورك الماديه، تحاول انك بس تستمتع وتشوف امكانياتك. نعم تجرجر امور ثانيه. نحن ثقافه السفر للاسف بعض الناس تعمل لود على انفسها، ما عندها خطه في الامور الماليه وتسافر عقب يوم ترد ما بين ذل البنوك ودين الناس. فانا اشوف ان افضل طريقه انك انت يوم تسافر تاخذ الشيء الطيب اللي تحتاجه، لأن في السفر بحر، السفر أكيد. أصلاً في أماكن ما تناسبنا أصلاً. أكيد. يعني بعد ما نحن تكلمنا عن السفر أولويات السفر عباس ومحمد، راح ننتقل معاكم مشاهدينا لموضوع آخر. أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أن عام 2017 في دولة الإمارات سيكون عام شعاره عام الخير، ليكون تركيز العمل خلال العام الجديد على ثلاث محاور رئيسية، وهي ترسيخ المسؤولية المجتمعية وترسيخ روح التطوع وبرامج التطوع التخصصية وترسيخ خدمة الوطن في الأجيال الجديدة. ودعما لهذا الفكر مشاهدينا، فريق العمل جهز لنا تقرير، خلنا نطلع نتابع ونرجع من بعده. المعنى الحقيقي لتحدي المستحيل ومواجهته قصة واقعية انتصر فيها وائل على عجزه، مثبتا أن الإعاقة ليست جسدية وإنما هي إعاقة الفكر. لم يترك وائل فرصة لإعاقته أن تكون حاجزا بينه وبين تحقيق أحلامه، فانطلق نحو طريق النجاح لا نحو طريق الانطواء والعزلة، وقرر أن يحجز لنفسه مكانا في مجتمعه. وائل من طلاب الإعاقة الذهنية البسيطة، انضم للمركز مسارات للتطور والتمكين سنة 94. تم عندنا حوالي 17 سنة من الطلاب الممتازين وقدراتهم تأهلهم للتدريب والتوظيف. التحق وائل بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية عام 1994، وبعد أن قضى فيها فترة تزيد على 17 عاماً تلقى خلالها مختلف العلوم والمهارات والتدريبات التي تؤهله للاستقلال والعمل وتكوين حياة خاصة به. تم ترشيحه للعمل من قبل المشرفين والإدارة، وبالفعل عينته المدينة في فرع خورفكان بوظيفة إدارية. تم تدريب وائل على القراءة، الكتابة، على استخدام الآلة الحاسبة، المهارات الاستقلالية، التسوق، معرفة النقود، طبعا المهارات الخاصة مثلا مهارات السلوك الاجتماعي، مهارات الاستقلالية، التعامل مع الأشخاص في المجتمع، خلال الرحلات، الأنشطة الترفيهية. خضع وائل في البداية لفترة تجريبية مدتها 3 شهور، وبعد أن أثبت كفاءته تم تثبيته، له ما له وعليه ما عليه، ويخضع كغيره من الموظفين للقوانين والأنظمة واللوائح، وأصبح لديه حسابه البنكي الخاص ويخلص في عمله ويتقنه. نعم، لقد صار وائل فرداً منتجاً مثله مثل غيره من أفراد مجتمعه، لا يشعر بالفرق ولا أحد يشفق عليه، ويعرف تماماً كيف يتعامل مع كل شيء يحيط به.
لا شك أن توظيف وائل شكل نقطة تحول كبيرة في حياته، فقد أصبح شاباً مفعماً بالنشاط والطاقة والقدرة، فبالأمس القريب كان هناك من يمسك بيده ليضعه على أول الطريق، واليوم أصبح قادراً على الإمساك بيد أقرانه من الأطفال والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ليساعدهم على تخطي الصعاب، فتحول مجرى حياته من مجرد إنسان مصاب بالإعاقة إلى إنسان قادر على التأثير بمن حوله. إن النجاح الذي حققه وائل رسالة تشجيع وتحفيز لذوي الاحتياجات الخاصة لتحدي إعاقتهم وعمل المستحيل لتحقيق الأهداف التي يجب عليهم الوصول إليها، وأن يعتبروا عجزهم نوعاً من التحدي ليتغلبوا على إعاقتهم. شفنا وياكم محمد عباس هذا التقرير الخاص بأحد الأعمال التطوعية، وأنتم ما شاء الله مثل ما نعرف أحد رواد العمل التطوعي وأسستوا فريق تطوعي رسمي، شو ناويين تقدمون لهذا العام، عام الخير من أعمال تطوعية عباس؟ أنا بتكلم عن مبادرة، آخر مبادرة قدمناها ملتقى السعادة مع العمال، جبنا العمال من بلدية دبي وكنا متعاونين مع روضة البراء الأطفال، فعملنا لهم برنامج يعني مسابقات، محمد إبراهيم قدم لهم بعض المسابقات، مسابقات كان في توزيعات، فشيء جميل نكون مع العمال ونعيش في الدائرة اللي هم موجودين، يعني كرد جميل مثلا على الأشياء اللي كانوا يقدمونها، تعيشين التجربة وياهم. أكيد أكيد جميل. بالنسبة لك محمد، يعني أكيد في أعمال تطوعية ياسين تستعدون لها في هذا الوقت؟ نحن الحمد لله من أول ما نزل القرار والتوجيه من صاحب السمو الشيخ خليفة وكذلك توجيهات الشيخ محمد، أن المبادرة سويناها على مبادرات ست الخدمة المجتمعية لنادي الشباب، الخير والسعادة اللي هي تكون تحت مظلة المسنين والمعاقين، خير وسعادة نسوي لهم برامج ترفيهية، عندنا كذلك ساعة الخير، عندنا المير الرمضاني، عندنا مرصد خير، وعندنا كذلك الخير في عيالنا، كيف نعزز القيم والعطاء للأولاد. فخلال السنة كل هاي المبادرات الست بنسوي برامج إنسانية ترفيهية خيرية ثقافية، ونعزز السياحة الداخلية في الدولة، إن شاء الله. وكل شرائح المجتمع يعني يوصلون إلى العطاء والخير، تزرعون فيهم العمل الإنساني وتنمية العطاء والتطوع. جميل، طبعا نتمنى لكم التوفيق في كل أعمالكم التطوعية، والله يوفقكم إن شاء الله في كل المجالات المبدعين فيها. أخ عباس فرض الله ومحمد إبراهيم، نحن نشكركم على هذا الحضور المميز، وصلنا معكم لختام حلقتنا، أتمنى أنكم استمتعتوا معنا في هذه الحلقة، نتمنى لكم التوفيق. شكرا، يعطيكم العافية. كل الشكر لكم، وصراحة البرنامج جدا جميل ومختلف وفي شيء ترفيهي، وعرفتونا على بعض أكثر وأكثر. يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله تدوم الصداقة ما بينكم. ونشكركم على هذا الحضور المميز. شكرا لكم. مشاهدينا، الحوار الصحي هو ما يضع الجسور فوق حفر الحياة وتقبل أفكار الغير بغض النظر عن العمر وعن الجنس، فالحوار ومناقشة الاختلافات بحب ومراعاة هو ما يصنع الفرق في العلاقات. أتمنى لكم ليلة سعيدة مشاهدينا، وتصبحون على خير، ومع السلامة.